جهود إفريقية ودولية مستمرة لإقناع طرفي النزاع في السودان لوقف القتال وإنهاء الحرب والانخراط في مسار تفاوضي، وهو مطلب اصطدم باشتراط الجيش خروج قوات الدعم السريع وانسحابها من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة. هنا في أديس أبابا تجلس قوى مدنية للتحضير لحوار سوداني سوداني بين المكونات المدنية ينزع فتيل الحرب الدائرة منذ أكثر من عام. كل هذه المبادرات وغيرها في سويسرا يجب أن تصب هذه المسألة في وضع الحلول والأطر السياسية لحل المشكلة دون إقصاء وإبعاد سوى لنظام المؤتمر الوطني. أنا أعتقد هذا هو المدخل الصحيح لحل المشكلة، وسوف يوصلنا إلى يعني على الأقل للطرفين المتحاربين سيروا أن هنالك يعني قوة سياسية جلست ووصلت لتوافق. لا يجب أن نضع أيضا شروط بالمشاركة ونضع يعني مثل القوة التي قاطعت الجلسات بتاع الاتحاد الأفريقي هنا، يعني هذا يعني نعتقد يعقد المسألة أكثر مما يجد لها حلول. الجهود الإفريقية والدولية تحاول إرغام طرفي النزاع على العودة لطاولة المفاوضات بغية تقريب وجهات النظر وإيجاد صيغة توافقية لحل الأزمة الراهنة وتغليب النهج السياسي على منطق الحرب والقتال، وهو ما تسعى لتحقيقه القوى المدنية في اجتماعاتها في أديس أبابا. نحن ما معنيين بإدارة حوار هنا، نحن معنيين فقط بالتحضير، ومن بعد تهية البيئة. أنا لا أتوقع طبعا يعني إدارة الحوار في أثناء الحرب الآن، لكن بعد وقف الحرب سوف يعني يستمر الحوار السوداني الشامل بمشاركة كل قطاعات الشعب السوداني. ويحذر مسؤولون أمميون وإفريقيون من أن استمرار الحرب والقتال في السودان ستكون فاتورته باهظة، غالبا ما يدفعها المواطن السوداني الذي بات حسب مراقبين أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما: الموت جوعا في ظل نقص الإمدادات وتوقف المساعدات الإنسانية، أو الموت بنيران الحرب. نجاح هذه الحوارات السياسية وغيرها من المبادرات مرهون وفق مراقبين بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، وحينها قد تثمر محاولات المجتمع الدولي في إيجاد مخرج للأزمة السودانية. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.